بهكذا هتافات واستنادا لتغريدة الإعذاري كسياسي تابع لكتلة أعلنت مناصرة المحاضرين، مديرية تربية البصرة تغلق بواسطة المحتجين. غليان التربويين قد يصلوا لمداخل المنطقة الخضراء ما لم تلبى مطالبهم. بالنسبة إن آخر يوم لا ما تحقق مطالبنا، الخضراء موجودة، بوابات الخضراء موجودة، والتصعيد ما سنة 2019 راح نعيده باب الخضراء. أولا درجات الحذف والاستحداث على موازنة 2022 تثبيت المحاضرين والإداريين وتجديد العقد بشهر الواحد وفق سلم رواتب قرار 315. المحاضرات بدورهن ناشدن أعلى سلطة في البلد لحل الأزمة التي قد تعرقل سير العملية التربوية، فإن انسحبنا كما المحاضرين ستخلق شواغر في عموم مدارس البصرة أسوة بما قد يحدث في باقي محافظات العراق. تاركين هاي الفترة المدارس، وطبعا هذا جاي خل بالتعليم، لأن أغلب المدارس كل عموم العراق يعني هي ممتلية بالمحاضرين. شنو المانع من تثبيت المحاضرين؟ ما هو خدم، ما هو تخرج، ما هو يعني سد شواغر، أدى ما أدى عليه، شنو المانع أنه أنت تثبته؟ ليش التعليم بالعراق بلدي مستهدف؟ اليوم أتحدى كل مسؤول سواء كان على الصعيد الحكومات المحلية أو المركزية أنه قدم يعني خدمة يوم واحد بالمجان. تحذير تربوي قد يمتد للعام الجديد وسط أمل المحتجين بتدخل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لمناصرة مربي الأجيال تلافيا لصدام قد يحدث إذا ما استمرت التظاهرات في قادم الأيام. قد ينتهي بهم وبأطفالهم الأمر إلى الاعتصام أمام بوابات المنطقة الخضراء في حال عدم تلبية المطالب. العام الجديد سيحمل في طياته انفعالات المطالبين بقوت يومهم وأطفالهم. من أمام مديرية تربية البصرة كان تقي قناة التقرير.